4.7% عام 1980 إلى 8.5% عام 2004. ويشار إلى أن معدل انتشار مرض السكري ارتفع بسرعة أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المعتدل. ووفقا لدراسة نشرتها مجلة الغدد الصماء والأيض السريري عام 2016، فإن إصابة الذكور بمرض السكري تكون أعلى من الإناث. ومع أن مرض السكري له أنواع عدة، إلا أن بعض الأبحاث ترجع ارتفاع الإصابة به إلى عدم اتباع نمط صحي في الحياة، كممارسة الرياضة والعناية بالتغذية السليمة والتقليل من الضغوط النفسية. أهلا ومرحبا فيكم من جديد مشاهدينا. طبعا للحديث عن داء السكري بسرنا أن نستضيف اليوم معنا بالاستوديو الدكتور زياد زودي، وحضرته الاختصاصي بأمراض أو الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. يسعد وقتك، أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا ونورت برنامجنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل، طبعا بدنا نتعرف على السكري، ما هو داء السكري واللي منتشر للأسف بشكل كتير كبير ضمن مجتمعنا، وهي عم ينتشر اكثر واكثر. احنا في عنا البنكرياس، في خلايا اسمها خلايا بيتا، هي المسؤوله عن افراز هرمون الانسولين. هو الهرمون اللي بيضبط السكر بالدم، ودائما الانسان السوي السليم عنده كميه انسولين كافيه بتغطي الوجبات، وحتى اثناء الصيام نحن حتى بحاجه لكميه صغيره من الانسولين. هلا شو بصير عند السكري؟ في عندنا نحن نوعين من السكري. عندنا السكر اللي بيجي عند الاطفال والشباب، بنسميه السكري النمط الاول، نعم، اللي هو بيكون في انعدام بافراز الانسولين وبصير بشكل فجائي وحاد. وعندنا النمط الثاني اللي بيجي عند الكبار اللي فوق ال 40 سنه، بنسميه السكري الكهلي. وهون بيكون في عندنا انسولين بس في مقاومه لعمل الانسولين. يعني انا بدي افتح الباب، واحد من الجهه الثانيه عم يسكره، وبالتالي في عوامل كمان خارجية بتساهم بزيادة المقاومة لعمل الأنسولين. هلا في عنا نوع كنا ما نشوفه بالأول، هو بسموه مودي. شو يعني مودي؟ مودي أربع أحرف. M هو جاي من الماتوريتي، O هي الأونست يعني بداية، لسكر كهلي عن شبان وشابات ويفعان. هذا ما كنا نشوفه سابقا، لأنه عم يتغير نمط حياتنا، وبالتالي عم يزيد وزن اطفالنا، وعم نلاقي سكري اللي عم يصير عند الكبار كنا نسميه سكري كهلي عند الصغار وعند الاطفال. للاسف عم نلاقي اعراض لهذا المرض، او احيانا فعلا بيكون المصاب فيه له فتره معينه، مده سنه ممكن، احيانا ما بيحس انه هذا الشخص انا ما معي سكري، لكن للاسف بطريقه معينه او بفحص معين بيتفاجئ انه هذا المرض عنده وبقوه. يعني كيف نحن ممكن فعلا نعرف اعراض السكري؟ هلا الشروع اللي بدي اقوله انه نحن وقت نكتشف السكر الكهلي بيكون صار له على الاقل سنه على الاقل، وبصير في اوقات بيجونا باعراض هي بتصير بعد 5 سنين او 10 سنين من مرض السكري. يعني شيء اسمه اعتلال اعصاب سكري، بصير في خدران تنميل بايدينا برجلينا، مثل ماشيين على بحص، مثل ماشيين على جمر، مثل يعني حتى اوقات هلا لساتنا بفصل ما انتهى الفصل البرد، بيقربوا من الصوبيا ما بيحسوا بالدفء، بيجوا بحرقوا حالهم. صحيح، صار في اضطراب بالاحساس. هذا بيجي دائما السكري على كبر، بس السكري بيجي عند الاطفال يلي احنا بنسميه السكري المعتمد على الانسولين، هذا بيجي بخلال ايام ما بيخبي حاله ابدا. يعني بيكون الطفل مثلا بعد ما نضف، مثلا امبارح جاني على العياده طفل عمره 5 6 سنين، عم تقول لي والدته دكتور بعد ما نضف رجع يبول تحته، لانه صار بيرتفع السكر عنده وخصوصا ليلا، وبالتالي صار في عنا عطاش متكرر وتبول متكرر واعراضه واضحه جدا. تمام دكتور، احيانا الاعراض بتتشابه لدى مرضى السكري، ممكن مثل ما ذكرت حضرتك التهاب الاعصاب، وهي الاعراض فعلا هي متوازيه تقريبا عند الاشخاص اللي معهم التهاب اعصاب او اعتلال اعصاب من مرضى السكري. كيف فينا نحن نفرق بين اعراض السكري واعراض امراض اخرى مثلا؟ هلا السكري ما بيخبي حاله، يعني اول شيء نحن كنا عم نحكي على الاعراض تبعه اللي عطش وتبوال وزياده الوزن عند الكبار ونقص الوزن عند الاصغار، وعدم انديماء الجرح بسهوله، تشوش بالرؤيه، ما بيكون الطفل عم يقدر يركز بالمدرسه.
بس نحن اعتلال الأعصاب ما بيصير بين يوم والتاني، وغالبا نحن بنكتشف السكر بشكل متأخر جدا. وفي عنا اعتقاد خاطئ بخص عنا بالشرق انه انا بيجيني السكر على زعل وعلى رعبة. صحيح، السكر ما بيجي على زعل ولا بيجي على رعبة. لو كان فعلا بيجي على زعل ولا رعبة كان كل سوري لازم يكون معه سكر. صحيح، نحن صرنا بيضل هاي الأزمة بحالة صعبة كتير كبيرة. الزعل او الرعبة هو النقطة بيخلي الكاسة تطف، بيكون عنا مقاومة لعمل الانسولين وبنجي قال مزعل شوي. نحن مضطرين نتمنى ما حدا يزعل. صحيح، بس ما هو الزعل هو السبب. اعتلال الاعصاب في عنا شيء اسمه تخطيط للاعصاب فينا نساوي ونتاكد، لانه غالبا الشروق مو بس بيكون في ارتفاع بالسكر عند مرضى السكري، بيكون في ارتفاع بالضغط الشرياني، بيكون في ارتفاع بالشحوم الثلاثيه، بيكون في ارتفاع بالكوليسترول، كل هاي، وحتى في اضطراب بالغده الدرقيه. يعني في اعراض مرافقه لتحليل او مرض السكري. لازم نتحرى عن عمل الغده الدرقيه، نعمل شيء اسمه الخضاب السكري. اكثر مرضانا اللي معهم سكري بيحللوا السكر على الريق بعد صيام ساعات، هذا ليس له اي قيمه تشخيصيه. وهذا سؤال مهم اللي انا بدي اساله لحضرتك، انه دائما او اغلب مرضى السكري بيجي بيقول لك انا بدي حلل على الريق مشان اعرف نسبه السكر، او حتى اني ما اكون اكل انا وجبه دسمه او حتى حلويات وبدي اقيس السكري ما راح يزبط، فبيلجأوا للتحليل على الريق صباحا. غير كافي على الاطلاق. نحن لازم نشوف السكر بعد الطعام بساعتين ونشوف شيء اسمه الخضاب السكري. اليوم في 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة ودقيقة فيها 60 ثانية. نحن وقت نعمل تحليل الخضاب السكري معناتها نحن عم ناخذ فكرة قبل التحليل ب 90 يوم، يعني بس ارتفع السكر عم يلتصق بالكرية الحمراء، ونحن بنعرف عمر الكرية الحمراء حوالي 90 ل 120 يوم. معناتها نحن أخذنا فكرة بس يكون الخضاب السكري أكثر من 7% إنه سكرنا مرتفع. وغير كثير بشكل يومي بيطلع السكر مثلا 116 اليوم اجاني شخص على العياده وخضاب السكري 9، يعني في تفاوت كثير كبير طبعا، لانه نحن وقت نعمل الخضاب السكري بنعطي قيمه تقريبيه قديش معدل السكر عنده تكون 9، معناتها سكره 300 وسطيا، وهذا كثير ضار. وفي معلومه كمان، انا دكتور سكري على الرئه قد ما معناتها انا اموري بخير، كل ما كان سكرنا مضبوط اكثر كل ما عشنا حياتنا بشكل آمن جدا، وكل ما كان سكرنا غير مضبوط كل ما مشاكل الدنيا كلها نزلت علينا. تمام، وحتى يمكن بسبب لا مشاكل اختلاطات. تمام، اختلاطات عينية، اختلاطات بالقلب، اختلاطات بالكبد، عنا القدم السكرية، عنا يعني الفشل الكلوي. شو يعني فشل الكلوي؟ يعني كلية ما عاد تشتغل، نضطر نزرع كلية. صحيح، عند مرضى السكري سكرهم غير مضبوط السبب الأول للفشل الكلوي بالعالم، السبب الأول للعمى بالعالم هو عند الناس اللي عندهم سكري والسكرون غير مضبوط. بنركز على كلمة غير مضبوط. طيب دكتور، الأعراض بتختلف عند الأطفال والكبار طبعا. أو إنه لا بتجي نفس الأعراض؟ لا تختلف، مثل ما قلنا عند الأطفال الشروق بيجي السكر بشكل سريع خلال أيام. تمام، بيتغير دغري، الطفل بينزل وزنه بسرعة، بصير يبول بسرعة كتير، بيعطش كتير، يعني بيجي هنا جلدي على العظمة وبيدخل بشيء اسمه حماض خلوني. نحن بنعرف السكر بحاجة لنا لهرمون الأنسولين، بس ما يكون في عنا كمية أنسولين كافية، وخاصة انعدام عند الأطفال بيرتفع حمض اسمه حمض الخلون، يعني بيخلون، بصير الخل بدل ما يكون سكره بالدم بصير في خل بالدم، وبالتالي بيؤدي لاضطراب بأحاسيسنا كلنا، وحتى بيدخل بغيبوبة وهي خطرة على الحياة، نضطر ندخله على العناية المشددة لأنه بصير في عنا فقدان للشوارد، فقدان للسوائل. بقى نحن كثير بدنا ننتبه انه اذا طفلنا او طفلتنا عم نحس صارت تعطش كثير، تبول كثير، عم ينزل وزنها، هي مو رعبه ولا خوف، هي بدنا نراجع طبيبنا باقصى سرعه. تمام دكتور، عرفنا الاعراض سواء على الاطفال او حتى الكبار، طيب شو هي المسببات الاساسيه للاصابه بمرض السكري؟ الشروق ممكن تكون وراثه، ممكن تكون بشكل تدريجي. عند الاطفال السكري النمط الأول اللي معتمد على الأنسولين نسبة الوراثة فيه هي فقط 20% فقط، بينما السكري اللي بيجي عند الكبار هو 50%. يعني إذا أمي مع سكري وأبي معه سكري وجدي معه سكري وستي، احتمال يصير معي سكري هو 50%. هلأ كل ما كان في زواج أقارب أكثر، يعني أنا أمي بنت عم أبي وهذا معه سكري، معناته أنا احتمال مو 50 صار 75، وإحنا لسوء الحظ هلأ لسه في زواج أقارب كثير، هذا سيء جدا جدا. صحيح، يزيد احتمال الامراض. معناتها نحن العامل الوراثي بيلعب دور كثير عند الكبار بس مو عند الصغار. بس نمط الحياه
بيلعب دور كبير انه نعجل او ناخر. نحن من وقت ما بنولد مبرمجين بالمورثات نحن انه يصير معنا شيء، وصار طب المورثات كتير كتير، وخاصة فعلا دكتور انه نحن كأشخاص عاديين حتى ممكن ما كتير نتقيد بنظام غذائي او حتى صحي مناسب. خلينا نبلش دكتور مع اتصالاتنا. معنا أمر من دمشق، اهلا وسهلا فيك، تفضلي. اهلا مرحبا. يا اهلا، سعد مساكم. مساكي، اهلا وسهلا مدام. بس بدي اسأل الدكتور، انا عندي طفل عمره 6 سنين، ملاحظة من فترة شي 5 شهور انه ابني هالأول 6 سنين قادر يقول لي انه بدي فوت على الحمام. هلا من جديد صاير انه في عنده تبول لا ارادي، وعم انتبه انه كتير عم يشرب مي وشفافه وعم تضل ناشفة. هلا ممكن هذا يكون اعراض سكري؟ طبعا طبعا ممكن، لازم تراجع طبيب الغدد والسكري باسرع وقت، ونعمل تحاليل نتحرى عن هرمون الانسولين وعن الاضادات. نحن كنا عم نحكي مع مدام شروق قبل شوي، نحن في عنا اضادات بتهاجم الخلايا اللي بتفرز الانسولين، ونقدر نعرف اذا هالاضادات ايجابيه ولا لا. ما لازم نتاخر بالمراجعه، اذا الطفل نضف ورجع بول من جديد وعم يعطش كثير احتمال كبير يكون معه سكري. طيب شو السبب دكتور؟ يعني ممكن نحن بيكون في خلل بالمناعه الذاتيه، نحن ما بنعرف لهلا لسه ليش بصير في سكري. يعني نحن بنعرف الاليه، بس ليش بتصير هالاليه عالميا ما حدا بيعرف. هالاضادات نحن مثل مثلا عندنا خلل بالغده الدرقيه، اضادات بتهاجم الغده الدرقيه، هون اضادات عم بتهاجم خلايا البيتا اللي بتفرز الانسولين، وبالتالي بصير في انعدام للانسولين. طب هون الاهل بيضيعوا دكتور، ممكن يتوجهوا لوين؟ لدكتور اطفال او حتى هن شو بصير عندهم مدام شروق؟ بيراجعوا طبيب الاطفال. صحيح. او طبيب البوليه عم بول زياده، بيعمل تحليل للبول بيلاقي البول مليان سكر. نحن السكر مدام شروق لحتى يدخل على كل الخلايا بده هرمون الانسولين. المكانين اللي ما بدهم هرمون انسولين هي الكليه والجهاز العصبي. شو يعني؟ يعني نحن بصير بيدخل سكر زياده على البول لانه الجسم بده يدافع عن حاله، عم يعلى سكره. اذا انا عندي كبايه سكر وعندي شويه مي ما بيمشي الحال، بدي اضيف مي زياده لحتى السكر نزله بالبول وارجع اشرب غيره. يعني بحاول يعمل معاوضه الجسم، بس هي معاوضه مؤذيه للكليه. صحيح. لازم نراجع طبيبنا باقصى سرعه حتى ناخذ الانسولين اذا فعلا تاكدنا والتشخيص كان فعلا داء سكري عند الأطفال. تمام دكتور، رح ناخذ كمان من استفسارات المواطنين على الفيسبوك. على صفحتنا شاي أخضر عم تقول: ما دور الحالات النفسية الخوف الحزن كبت المشاعر بإمكانية الإصابة بالسكر؟ ويمكن هلأ أحكينا عن هذا الموضوع. نحن بدي أرجع أكد، هي شماعة، شماعة يوميا. أنا دكتور شو ما أكلت ما بيرتفع سكري، بس وقت إذا على أوعكم تزعلوني أوعكم تخوفوني بيرتفع سكري. هالحكي ليس له أي أساس من الصحة. ما بتمنى لحدا يخاف ويزعل، بس الزعل والخوف والرعبة ما بيساوي شيء. يعني هي على هوا التربوية السورية من من الدكتور زياد أنه الرعبات أو الخوف أو أي حالة نفسية هي غير مسببة لمرض السكري. أبداً. إنما بيأتي بحالات معينة خاصة. يعني هي نقطة بتخلي الكاسة تطف فقط، هي صح. نقطة من الكاسة. طيب معنا اتصال من رنا من دمشق، تفضلي أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. عفوا، أهلا وسهلا، تفضل. أنا جوزة. إيه تفضل، أهلا وسهلا. زيد فضلك. هلا جوزتي عمرها تقريبا 33 سنة. جاء سكر من تقريبا حوالي 2.5. يقولون سكر شبابي هات إجاها. كان وزنها كثير زين يعني بالتسعينات. صار هلا وزنها تقريبا 55، قالوا لنا سكر بالدم، هات سكر شبابي. حاولنا كثير انه ما ناخذ انسولين على الحد، بهذه الحال اخذنا عم يعطونا انسولين. هلا ثلاث وجبات يعني الصبح الظهر والمساء. والسكر ما عم ينضبط مضبوط يعني. طيب هلا بدي اقوله نحن مدام شروق، الانسولين اللي عم يحكي عليه زوجها لرنا هو انسولين مختلط، هذا التغى بالعالم من سنة 95. يعني نحن هلا بال 2021 صار له 26 سنة ملغى عالميا. ليش عم نعطيه ببلدنا؟ لأنه رخيص الثمن فقط، وهذا سيء جدا للأطفال. طب كيف عم يتعاملوا فيه؟ عم يتعاملوا معه لأنه نحن إذا ما عندنا إمكانية مادية مضطرين نعطيه الأنسولين، ونعدد وجبات الطعام، هذا بنعطيه للختايرة. بس نحن الدنمارك البلد الأصلي المصنع للأنسولين المختلط الميكستار، رح أقول اسمه التجاري، المعمل فقط عم يصنع اللي بعده الميكستار لبلدان العالم الثالث.
ما في انسان باوروبا او بامريكا او بكندا او باستراليا او بلدان العالم اللي متحضر بياخذ بعد الانسولين. طب شو البديل دكتور؟ نحن موجود البديل ببلدنا بس ما عم توزع وزاره الصحه لان ما عندها امكانيه بسبب الحرب اللي على بلدنا. بدنا ناخذ الانسولين المديد اللي تركيبه جلارجين، عم اقول انا اسماء علميه، او ديتامير بيتاخذ مره واحده ل 24 ساعه، وده اسمه الانسولينات المماثله الانالوج، موجوده ببلدنا ما انقطعت ولا يوم. بدنا ناخذ الفائق السرعه قبل كل وجبه من الوجبات، وبالتالي نحن بنقلد الانسان الطبيعي اللي ما عنده سكر، وبنقدر نراقب بجهازنا المنزلي السكر قبل الطعام مباشره وبعد الطعام بساعتين، وخلال ايام بينضبط السكر وبسرعه. تمام دكتور، بما انه عم نحكي على الانسولين وهي هو يمكن افضل دواء للسكري، نعم، مثل ما بنعرف، شو افضل العلاجات المقدمه فعلا وموجوده عندنا بسوريا حتى مشان الاهالي ما كثير يروحوا للماركات التجاريه الغير مفيده؟ اذا بنحكي على الانسولين مدام شروق، الانسولين الجيد هو الانسولين المماثل. شو يعني مماثل؟ انالوج يعني هو مثل الانسان اللي ما عنده سكر. نحن بنقلد بعلاجنا الانسان ما معه سكر السليم، عنده بيتاخذ مره واحده ب 24 ساعه هل يا اما الجلارجين او الديتامير، انا عم بحكي اسماء علميه، تمام، والفائق السرعه اللي بيتاخذ قبل كل وجبه من الوجبات. وبالتالي نحن حتى قبل الحرب عندنا ببلدنا موجودين كانوا، بس كان اكثر يعني السوريين عندهم امكانيه ماديه يشتروا. وبالتالي وقت نحن نقيس السكر عند مثلا رجل اعمال، انا كل يوم باكل بوقت مختلف، ما فيني اكل بهالوقت. نحن وقت ناخذ الانسولين فائق السرعه حرقنا الوجبه تماما، بنقيس السكر قبل الاكل مباشره وبعد الطعام ساعتين، بنلاقي مثل عند الانسان الطبيعي، وبنعيش حياتنا مثل اي انسان ما عنده ثاني. انا بتمنى من اي حدا عم يشوفنا هلا على التربويه وعنده امكانيه ماديه ما يتسنى انه او يتردد يشوف طبيب الغدد تبعه يقول له انا بدي الانسولين المماثل وياخده. تمام دكتور، بما انه عم نحكي عن الاوبر وخاصه هي نقطه ضعف عند الاطفال للاسف، بتعرف دائما في طرق ترهيب للاطفال من عند الاهل انه اذا بتعذبني بدي اعطيك ابره واخذك لعند الدكتور، فاحيانا فعلا امراض هيك امراض عند الاطفال تحتاج لاوبر انسولين. في طرق علاجيه اخرى غير الاوبر؟ في عندنا مضخات يمكن لل لا. لسوء الحظ الشروق المضخات كانت موجوده وتوقفت اثناء الازمه، بس بدي اقول لمشاهدينا كلهم انه رجعت استرجلت من جديد لنوع من المضخات اللي مصنعه بالصين، ولانه احنا بسبب الحصار علينا حتى دوائيا لسوء الحظ انه علينا، يعني فكروا هن بيحكوا انه في حصار فقط على حتى دوائيا في حصار علينا. بقى المضخه الانسولين سجلت من جديد، وراح حتى مو بس المضخه شروق، حتى عندنا حساس بدل ما نشق اصبعنا كل قبل كل وجبه وبعد الوجبه، عندنا حساس بنحطه وفينا نقرب موبايلنا عليه، وبالتالي بنقدر نشوف قياس السكر لو بدنا كل ثانيه بدون ما نشك حالنا. حتى في اللصاقات دكتور موجوده عندنا بسوريا ولا مشان الانسولين؟ هي مو لصاقات، ما عندنا لا هلا ولا عندنا ولا برا. انا بقعد 3 اشهر بالشام وبطلع شهر على فرنسا بشكل دائم. لصاقات ما نوع علاج للسكر لسه، هي بحقل التجارب بس ما نوع علاج. ما انطرحت احنا مضخات الانسولين، وهي المضخات موجوده اسمها مو بس الذكيه، الذكية جدا، مثل ما عندنا موبايل ذكي، يعني مضخة ذكية مبرمجة وبتعطينا كمية الأنسولين المناسبة. تمام دكتور، على الفيس عم بيقولوا إلى أي حد السمنة عند الأطفال بتؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؟ كنا عم نحكي بداية الحلقة الشروق قديش نمط حياتنا وتتغير وزادت سماكة الطبقة الشحمية. نحن في عنا كمية أنسولين محددة عم تتوزع عنا هالخلية عليها عدد مستقبلات، 10 مستقبلات. هالخلية سمنت ضلوا 10 مستقبلات بس، صار ما عاد يقدوا كمية الانسولين اللي عنا. يعني زيادة الوزن هي أكثر مشكلة بالعالم، وكل ما زاد وزننا نحن وصغار كل ما تعذبنا كثير وقت نكبر، لأنه الخلايا الشحمية بكرة بس يكبر بشد طول، أكيد ما بشد طول، ويمكن كله أذى فعلا وتكديس لحتى لنسبة الدهون بالجسم، حتى ما بس يمكن بتأدي لمرض السكري، بتأدي لأمراض تانية. شروق في عنا شيء اسمه تشحم بالكبد، هذا مرض خطير جدا عم نشوفه عند الاطفال، كنا نشوفه عند الكبار اللي عندهم زياده وزن. عم نشرب نحن مشروبات طاقه ومشروبات غازيه، او حتى الاكل دكتور، يعني الوجبات السريعه موجوده بالاكل مو بس الهرمون، نحن بنتهم كثير الهرمون الشروق، لا نحن الوجبات السريعه الغنيه جدا بالسعرات الحراريه هي كثير سيئه. المقالي راس البطاطا في 50 60 حريره، بس قلينا صار في 500 600 حريره انضربوا ب 10. بتنجان المقليه
الكوسه المقليه، الزهره المقليه، ما بدنا نقلي شيء، كله بدنا نحاول نشوي ونعتمد على هي، وناكل خضره كثير كثير، ونحن اطفالنا بيقلدونا. هي الوجبات السريعه اكثر خطر يعني بالعالم. برايك دائما نلتزم بالنظام الغذائي الصحيح والسليم لاجسادنا؟ النظام الغذائي تبع البحر الابيض المتوسط هو المنصوح فيه عالميا، يلي هو نظامنا تبعنا، نحن عم نتخلى عنه وعم نشوف شو بناكل، همبرجر وبناكل هالشغلات يلي سيئه جدا. نركز على التبوله، نركز على الفتوش، بس ما يكون خبز بقلي، ناكل التبوله مع الخس مع الملفوف مع حاشي يالونجي. بلدنا بلد غني بالشمس، صحيح، نركز على الشيء الطازج. تمام دكتور، رح نكمل باتصالاتنا. معنا رنا من دمشق، تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. الله يعافيكي، اهلا وسهلا، تفضلي دكتور معك. تفضلي. يا هلا. العافية. يا الله يعافيكي، تفضلي. الله يسلمك، كيفك دكتور؟ الله يخليكي، حاولي ما نخسر وقت، شو بدك تسألي تفضلي. أنا معي السكر. نعم. عم أقول أنا صار لي سنتين معي السكر. عم نسمعك، نعم. شو سؤالك؟ بدي إنه عم بدهم يضبطوا سكري، شو ما عم باخذ، يعني عم باخذ 45 أنسولين و20 الظهر عم باخذ و15 المساء وما عم ينضبط السكر أبدا. نعم. هلا نحن في علاقه بدي يضبط السكري. شروق، نحن في علاقه بين الوزن وبين الحركه، يعني نحن العلاج مو بس ناخذ انسولين، نحن بدنا قبل وجبتنا يكون في عندنا خضار بكميه كبيره حتى السكريات الموجوده بالوجبه ما ترتفع بسرعه. عندنا سياره بورش مسرعه جدا، بدنا نحط قبلها سوزوكي ماشي على مهلها، بيضطر كل ما اكلنا خضار اكثر كل ما الامتصاص كان ابطا. يعني نحن نمط حياتنا من غيره، بدنا نعدد وجبات الطعام وتكون وجباتنا غنيه جدا جدا بالخضار الطازجه الموسميه والالياف، كثير مهمه. هلا الشغله الثانيه بدي اقول الحركه، حتى بالبيت، حتى انا قاعد على كرسي فيني اعمل رجلي هيك كانه عم سوق بسكليت. الشغله الثالثه، في عندنا بعض الادويه ممكن نضيفها للانسولين اللي بتخفف من قوام العمل الانسولين وبالتالي بتساعدنا، وأدوية مصنعة محليا ومن أجود الأدوية عالميا. ما نحن بدنا نشوف طبيبنا بأقصى سرعة حتى ينظم لنا نوع الأنسولين، كمية الأنسولين، الأدوية المشاركة مع الأنسولين إذا كان وظائف الكلية وظائف الكبد طبيعية، لأنه أي دواء يستقلب عن طريق الكلية والكبد. ممكن يكون في حساسية من الأنسولين أبداً. دكتور أبداً. طيب في أشخاص بيكون عندهم أمراض تانية مثلاً. نعم. ممكن يصير في تضاد بين الأدوية، بين أدوية السكري أو حتى أدوية الضغط، الكوليسترول، الشحوم، هاي الأمراض المعروفة. الأنسولين شروق ما بيتعارض مع أي دواء، الأنسولين هو نفسه الهرمون يلي بيطلع من غدة البنكرياس، ما بيتعارض مع شيء تاني. إذا عندنا حساسية بيكون عندنا حساسية من شيء تاني. دائما نتهم الأنسولين ونقول هو بيضرب العظم وبيضرب العضلات، وأنا أمي ماتت من الأنسولين. الأنسولين اختراعه كان شغلة عالمية. نحن كل سنة ب 14 تشرين الثاني يعني بنحتفل عالميا انه هذا اليوم العالمي لمكافحة السكري، انه هذا اليوم اللي اكتشفنا فيه الأنسولين. والأنسولين هرمون كثير مهم، الرياضيين بياخذوه حتى قوي عضلاتهم، طبعا نحن ما لنا معهم، بس هو هرمون باني للعظم وباني للعضلات، لكن بده طاقة حتى يصرفه الجسم بطريقة لازم صحيحة. يعني كمان إذا حبيته كمان أسوأ إنه بيسمن، نحن ناكل أكل، أنا باخذ أنسولين، باكل بدي هلا باكل شرط عوامة وباخذ 20 30 وحدة أنسولين. طبعاً أكبر غلط بالعالم هذا. أكيد. دكتور عم بيسألوا إنه بتختلف سبب الإصابة بمرض السكري عند الأطفال، كيف بيشعر المريض بالعطش والجوع؟ شو هو المسبب؟ فعلا انا مريض سكري دائما عنده جفاف بحلقه، عنده مراره حتى بالتم يمكن. نعم. دائما بيعطش كثير. اذا سكره غير مضبوط، نحن اذا بدنا نرجع نقول شو هي، كيف شو يعني سكرنا مضبوط؟ بده يكون سكرنا على الريق تحت ال 120 ملغ، هذا الانسان عنده سكر مو انسان طبيعي. بعد الطعام ساعتين تحت ال 160 ملغ ومخزون السكر تحت ال 7%. اذا تحققت هالشروط الثلاثه ما بصير في، يعني احنا في شيء عندنا شروق اسمه العتبه الكلويه. شو يعني؟ السكر بده يطلع فوق ال 250 وفوق 300 حتى يصير في عندنا عطش وتبوال. نعم. انه الجسم بده يدافع عن حاله، يطرح السكر بالبول ويرجع يشرب الواحد مي. بس يكون سكرنا ظابط
ما بصير عندنا عطش ودبوال متكرر. هي الاعراض عند الناس اللي سكرهم غير مضبوط واللي ما فعلا مثل ما ذكرنا انه ما بيقدروا ينظموا حياتهم بطريقه صحيحه او طبيه. طيب دكتور، حتى ما نوقع بمرض السكري او حتى نحافظ على مستوى معين لمرض السكري يتعدل بجسمنا، شو اهم النصائح اللي بتوجهها لمشاهدينا فعلا حتى يتلافوا هي الافه؟ انا بدي اقول لهم انه يكون من نحن وصغار اطفالنا نعودهم على نظام غذائي متوازن. ما نجيب لهم كرواسان الصبح، نجيب لهم نحن جدي وجدك وستي وستك كانوا يقطعوا خيار وبندورة وملفوف عيشوا على الخضار الصبح في أحلى منهم نقطعهم وناخذهم مع مثلا كم حبة زيتون كم جبنة، بس ما بدنا جبنة المدورة والمربعة. هي جبنة المدورة والمربعة بتجي على بلدنا مطبوخة قصدك؟ هي مطبوخة شروق. هي أول شيء ما بدها براد بعز الصيف، ومن وقت ما بتاريخ مصنع لوقت تاريخ انتهاء الصلاحية مع السنة. هي ببلادهم مع 3 أشهر بالبراد. شو يعني؟ مليانة مواد حافظة. بيجوا لعندي على العيادة قاعدين بغرفة الانتظار، طفل امبارح جايبين لي عبره سنتين حامل كيس شيبس هيك قدو جامبو. للأسف سم هذا سم مواد حافظة. بدنا نغير نحن بدنا نعلم أولادنا كيف بدهم ياكلوا خضرة. نحن شو بناكل؟ قد ما بنقدر، حتى الصبح حتى الظهر حتى المساء خضرة خضرة خضرة، ونعمل حركة. وبده يبعد عن المقالي والعصائر والوجبات السريعة والدخان والأرجيلة. هاي الشغلة مهمة كتير كتير للأسف. أنا بالبيت قاعدوا بيقرقلوا بالبيت، يعني نحن قرة عيننا هن أولادنا. صحيح. مندخن عليهم سموم، ننفخ السموم علينا وعلى أولادنا. يعني والدخان يعني البارات والمطاعم عنا مليانة للأسف. نحن فعلا نتمنى من مشاهدينا ومتابعينا، نتمنى من وزارة الصحة كمان، نتمنى من وزارة الثانية المسؤولة عنه انه يعملوا حملات اكثر من هيك. تماما. مو كله يكون حملات توعية للناس، مو بس حملات توعية. نحن عندنا فساد بشكل رهيب. انا اذا بفوت على مطعم ما بقدر اقعد بالمطعم من كثر الدخان والارجيله. يعملوا حملات وما يكون في براطيل. صح. ويحطوا بجيبهم اللي بيعطينهم وزاره التموين وزاره. للاسف دكتور هذا شيء سائد بمجتمعنا وما فينا نغير تقريبا عبر التربويه. تمام. لازم نحن فعلا نوجه رساله توعيه لجميع الناس وفعلا وخاصه المصابين بالسكري. دكتور يعني هاي الحلقه كثير شيقه ونحن فعلا استمتعنا بوجودك معنا ودائما للغداد مجال كتير كبير بالأسئلة حتى، وإن شاء الله رح تكون معنا بحلقات تانية أيضا نتحدث فيها. بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور زياد زودي. مدام شروق ولكل الطاقم إن شاء الله لكل مشاهدينا هيك دائما بألف صحة وعافية. ميت أهلا وسهلا، نورت برنامجنا. شكرا دكتور. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير نجدد فيه النشاط والحيوية ونحافظ على صحة جميع أجهزة الجسم بممارسة بعض التمارين الرياضية مع المدرب سمير حجازي. أول شيء بدي استخدمه هو الأوزان. هلأ دائما 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 نفضل على طول بدنا نستخدم الأوزان، نستخدم الأوزان بطريقة تدريجية اللي هي كيلو كيلين ثلاثة أربعة، طبعا حسب العمر التدريبي. دائما العمر التدريبي هو اللي بيفرض علينا الحالة التدريبية أو البرنامج التدريبي. العمر العام كمان بيفرض علينا هذا الشيء، بس العمر التدريبي هو اللي بيفرض عليك البرنامج اللي أنت بدك تشتغله. أخذنا الأوزان، دائما رجلي على مستوى كتافي، شادة ظهري، بدي بلش بعضلة البايسبس، بدي عد 3-15. جاهزين؟ يلا 4 5 6. نحن عم نتمرن، اذا انتبهتوا علي انه كوعي ثابت اللي عم يتحرك هون، شايفين العضله بهي الطريقه؟ تمام. ما بفرد للاخير بهي الدرجه كرمال ما يصير في عندي اصابه بالكوع. كمان بدي دير بالي كثير منيح بالاوزان، ما بخلي الاوزان هي اللي تنزلني، هي بسموها حركه سلبيه. كمان الحركه السلبيه بتعمل بناء للعضله، يعني طلعت ما بخلي الوزن هو اللي ينزل، لا طلعت كنترول كمان بهي الطريقه، بتنفس منيح كمان، بشد معدتي كتافي لورا. صاروا 15، بدي عد 3-15. خلصنا من البايسبس، طبعا احنا عم نعمل تمرين جنرال دائري، ما عم نفوت بالتفاصيل، ما عنا آلات نفوت فيها بالتفاصيل، احنا عم نحكي تمرين دائري اللي حابب حرك كل عضلات جسمي. هلا بدي شغل عضلة الترايسبس. الترايسبس ظهري مشدود هون كتير منيح، لاحظتوا كمان كوعي مشدود
عم بفرد للاخير بس ما عم بنطر. لا بهي الطريقه كثير منيح. هون كمان 3-15 فيني تقل الوزن كل ست ما له غلط. فيني العب كل ايد لحال اذا في عندي ايد في عندي اصابه فيها او في عندي بار. فيني كمان اذا عندي ايد اقوى من ايد بفضل دائما نلعب بالدامبلز بس في عندنا تركيز. دائما 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 البرنامج تبعي والعمر التدريبي هو اللي بيفرض علي الحاله التدريبيه. ما استخدم اي برنامج انا بشوفه على النت، ما بستخدم اي برنامج انا بشوفه حدا عم يتمرنه. جسمي ما بيشبه جسم اي شخص، جسمك او جسمك ما بيشبه اي جسم. مشان هيك برنامجك لازم يكون تحت اشراف مدرب، تحت اشراف دكتور خاص بالتغذيه. لا تستخدموا اي شيء تبع قيل عن قال. ديروا بالكم كثير منيح لانه صحتكم جدا بتهمنا. مشاهدينا الحديث عن تغذية مرضى السكري وكيفية اتباع نمط حياة صحي يقينا من الإصابة بهذا المرض، بصرنا أنه نستضيف الدكتور لؤي اللبان الاستشاري بالتغذية العلاجية. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير لكم والسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور. دائما حديثنا موجه لمرض السكري. كان ببداية الحلقة دكتور زياد كنا عم نحكي على العلاجات الدوائية أو الكيميائية بطريقة معينة. هلأ نحن بدنا نلجأ للشيء الغذائي. دائما الطب البديل هو الطب المساعد لدى الأمراض المعينة. طيب مريض السكري ما بيقدر يتناول أي نوع بصورة عامة، كيف نحن ممكن أن ننظم لمريض السكري غذاء معين؟ أول شيء التغذية ما هي طب بديل، هي طب موازي للعلاج الدوائي. ثاني شيء موضوع مريض السكري، مريض السكري هو إنسان طبيعي يعني مثل أي إنسان غير مصاب، ولكن نحطه نحن تحت حمية معينة. مسموح يأكل كل شيء ولكن بكميات محددة بمقادير محددة. بس بدي أرجع أذكر بشيء اللي قاله الدكتور زياد. هو موضوع أنواع السكري. في عندي السكري النمط الأول اللي علاجه يعتمد فقط على الأنسولين، يعني ما بنحسن نحن نعالجه بالأغذية. بينما النمط الثاني بيكون حد مرتفع يمكن. لا، هذا النمط الأول بنسميه السكر الشبابي، بيصيب الأطفال أو بيولد طفل معه. سببه هو نقص الأنسولين. مثل ما ذكر الدكتور زياد أنه بيصير في عندي أزية للخلايا اللي تنتج الأنسولين بالبنكرياس. فعلاجه يعتمد على الأنسولين، ما بحسن عالجه أنا بالغذاء. بينما النمط الثاني اللي بيجي بأعمار متقدمة، هذا سببه النمط الغذائي الغير صحي اللي معظمنا للأسف عم نتبعه حاليا بالوجبات الجاهزة أو بالأطعمة اللي بيكون فيها مواد حافظة مثل ما تكلم دكتور زياد. دكتور، باعتقاد البعض أنه تقليل من كمية مادة معينة من الغذاء تضبط السكري، هل هذا صحيح؟ هل هذا الشيء المشاع دائما عند الناس؟ للأسف أنه مريض السكري بيراجع بعض الأطباء اللي عندهم شوية دراية بموضوع التغذية، فبيحرموا نهائيا من كل شيء اسمه نشويات أو سكريات. يعني بيعرضوا لها حمية قاسية دكتور أحيانا فعلا. هي حمية قاسية ما بيحسن المريض يستمر عليها. السبب أول شيء ما فيها مرونة، يعني المواد غير متاحة له بشكل كبير. السبب الثاني أنه ممكن تسبب له مشاكل صحية كثيرة. فمريض السكري نحن ما بنحرمه أي مادة هو بحبها، ولكن نعطيها بمقادير معينة بحيث أنه في نهاية اليوم يأخذ كمية محددة من الجرامات السكريات أو النشويات. بعدين نعمل له تبادل بين مادة بيحبها، مثلا بيحب هو الحلو لنفرض، نعطيه قطعة من الحلو بنفس اليوم نحرمه مثلا من له لا تأكل خبز أو لا تأكل أرز أو بطاطا. مادة مقابل مادة، هيك بيكون عندي مرونة في موضوع الحميات. تمام دكتور. مرضى السكري بشكل عام ممكن نوحد بنظامه الغذائي ام لا؟ في اشخاص متفاوته مثلا
نسب متفاوته، بيقولوا لك انه السكري عندي ما كتير عالي او حتى يعني ممكن اضبطه اذا التزمت بحميه معينه او نمط غذاء معين، وفي ناس بتقول لك لا انا عندي سكري عالي جدا ما بستفاد حتى لو خففت من الحميه. هلا كل مريض له حميه خاصه فيه، ما بحسن انا اعمل حميه واحده ووزعها على المرضى. بيدخل فيه عوامل كثيرة، أول شيء الجنس، العمر، وزن المريض، مستوى السكر عنده، كلها هي بتدخل عوامل في تحديد الحمية الخاصة. فكل مريض له حمية خاصة تختلف عن المريض الآخر. دكتور، بعض الأشخاص عطونا تعليقات على الفيسبوك عم تسأل هيفا شو هي الأعشاب اللي بتساعد بانخفاض نسبة السكر، وعندي معلومة أنه أوراق الزيتون ممكن تعمل على خفض نسبة السكر، هل هذا صحيح؟ هلا أوراق السكر في مادة، أوراق الزيتون، أوراق الزيتون فيها مادة ممكن تخفف عندي السكر. بس في بعض الأعشاب نحن موجودة عندنا بالبيت مثل القرفة، مثل إكليل الجبل، هي كلها يعني أعشاب ممكن تساهم في خفض السكر المرتفع. ولكن ما بحسن بعتمد عليها، إذا كان عندي مستوى السكر عالي ما بحسن بعتمد على الأعشاب في تخفيض مستوى السكر إلى حده الطبيعي. طيب أنا دكتور ممكن أضبط أنه الأشخاص الكبار أو حتى المتقدمين بالسن بهاي الحمية أو بهاي النمط الغذائي المعين، لكن الأطفال أنت ما فيك تضبطهم أنه تقول لهم يعني تلزمهم بنظام غذائي معين، كيف أنا ممكن فعلا أنه نمشي هذا الطفل على النظام بيساعده على الوقاية من ارتفاع نسبة السكر في الدم؟ هلا ذكرت انه خاصه هو دائما حلويات والاكلات، ذكرت انه النمط الاول اللي بيصيب الاطفال هذا يعتمد علاجه عن انسولين. يعني انا لازم يعني احسب له عدد وحدات الانسولين تبعا للمواد اللي بياخذها. يعني بدي اروح انا معه دوائيا ولكن وبنفس الوقت انا ما بحسن احرم الطفل من المواد المغذيات الأساسية، لأن نعرف الطفل لسه عنده مراحل نمو فبيحتاج إلى هذه المواد. فأنا بعطيه المواد الغذائية وبحسب عدد جرعات الأنسولين. ولكن بالنسبة للكبار ممكن أنا بتغيير نمط الحياة، المشكلة نحن عنا مو بالحمية، المشكلة بنمط الحياة. يعني أنا مثلا متعود الصبح أكل كمية من الأغذية اللي فيها نسبة سكر عالية، متعود حلي الشاي بكمية كبيرة من السكر، فما بحسن حتى لو حطيت حمية بدون تغيير نمط الحياة ما بحسن أوصل إلى نتيجة. دكتور في كتير ناس بيقولوا لك أنا بأكل كل شيء، ما بدي أحرم حالي من أي نوع من الغذاء ولكن بكميات قليلة، ممكن مثلا تفيدني هاي القصة أو أنه لا لازم أنا أخفف من كل شيء وخاصة السكر مثل ما ذكرت حضرتك، في ناس فعلا ما بتقدر تبعد أبدا عن السكر وهي بشراهة بتتناول الحلويات، هذا الشيء بيأثر ممكن فينا نعوض مثلا؟ هلا في عنا نحن بالتغذية مرضى السكري في شيء اسمه القائمة التبادلية. يعني كل حصة من كل مادة محسوب فيه عدد جرامات السكر، مثلا رغيف الخبز اللي يباع بالأفران عنا هذا من أسمه لخمس قطع، هذا يعتبر خمس حصص غذائية، الحصة الواحدة فيها تقريبا 15 جرام من السكر. كمية الأرز اللي مقدار قبضة اليد فيها 15 جرام من السكر، فأنا ممكن بدل بين مثلا الخبز والأرز، فممكن أنا أخذ أي مادة بديها ولكن أعرف كم غرام من السكر تناولت، وبالتالي أنا بكون حاسب في نهاية اليوم كم غرام من السكر بيلزمني وبتبع هاي القاعدة. وهذا الشيء يمكن دائما بنلجأ للطبيب أو حتى طبيب التغذية الاختصاصي بهذا الموضوع. دكتور طيب في حال أنه هذا مريض السكري ارتفع معه السكري بطريقة معينة وما قدر يوصل للدكتور المختص، شو هي الأغذية اللي ممكن أنا تخفض من نسبة السكر لدرجة أنه ما يأثر عليه بطريقة معينة؟ إذا كان ارتفاع سكر يعني عالي جداً هاي حالة إسعافية أنا بعتبرها، يعني الأغذية ما عاد تفيد بتخفيض السكر. إذا كان عندي طفل ارتفع نسبة السكري بشكل معين وما قدرت أنا أوصل للطبيب المختص، في نوع من الأغذية، في نوع من الحلول أني أنا استخدمها مع هذا الطفل؟ الأغذية ما بتفيد بهالحالة، هي بده علاج يعني إسعافي.
ينعطى أنسولين أو شيء. لأن الأغذية تحتاج إلى وقت حتى تأثر على مستوى السكر. طيب دكتور، أغلب يعني ما فينا نقول أغلب، لكن كثر من الناس بيعانوا من السمنة، أيضا مرضى السكري بيعانوا من السمنة. كيف فيني أنا أضبط هاي الكمية أو حتى أتبع نمط غذائي صحيح أو حمية غذائية صحيحة؟ ممكن تفيدني بالحمية بالسمنة وحتى بالسكري. الضيف اللي كان موجود حكى أنه أحد أسباب السكري هو البدانة، تمام، وخاصة النمط الثاني. لحسن الحظ أنه 75 أو 95% من مرضى السكري هن من نمط ثاني، يعني تفيد الحمية وتخفيض الوزن. أنا إذا بخفض وزني 5% بيتحسن عندي مستوى السكر بمقدار 10%. يعني كتير مهم أنه خفض السكر. كيف أنا ممكن خفض السكر؟ بأسلوبين. أول شيء الحمية، بعطي أنا مواد تحتوي كمية عالية من الألياف، يعني بتجه للخضروات، لأن الخضروات الحصة الواحدة فيها 5 جرامات من السكر، بينما الأرز فيه 15. فبتجه أنا لنظام غذائي يعتمد على الخضروات، وبعتمد أيضا على الرياضة، مشي يوميا. يعني ما في داعي أنا اتوجه للنوادي الرياضية وقوم بتمارين مجهدة. التمارين الرياضية فعلا هي مفيدة، يمكن كمان بتساعد الحمية أيضا. بتفيد، بس أنا بتمارين خفيفة، المشي الخفيف لمدة نص ساعة يوميا ممكن يحسن عندي من حساسية الأنسولين إذا كان عندي مقاومة بالأنسولين، وأيضا يزيد من إفراز الأنسولين بالبنكرياس. تمام دكتور، لنعيش نمط حياة صحيح وسليم لكل الناس اللي عم بيتابعونا، شو هي أهم النصائح الغذائية اللي لازم يتبعها مريض السكري بشكل خاص وبشكل عام الناس اللي معرضة فعلا لمرض السكري؟ هلا اول شيء نحن نرجع على النظام الغذائي اللي كان سائد عنا على زمن ابائنا واجدادنا. ما كنا نشوف المستوى العالي من اصابات السكري، لانه كان في غذاء صحي، يمكن كان كله يعتمد على الاغذيه الطازجه. ما كان في عنا اغذيه معلبه، ما كنا نسمع فيها. كان كله ينتج في الحقل. الخبز كان يصنع من القمح الكامل اللي يحتوي على نخالة، ونخالة منعرف غنية بالألياف. نحن للأسف منحب الخبز الأبيض اللي بيكون مسحوب منه نخالة، وبالتالي ما عم ناخد حاجتنا من الألياف. يوميا لازم ناخد تقريبا بحدود 30 جرام من الألياف. نحن في سوريا حوالي 12 جرام من الألياف يوميا، لذلك عم نشوف مشاكل عديدة من ارتفاع الكوليسترول، السكري، مشاكل القلب والأوعية. تمام دكتور، طبعا الحديث لا غنى عنه دائما، التغذية بشكل صحيح هي أساس لبناء نمط حياتي صحيح. بدنا نشكر حضورك معنا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. حضرتك الدكتور لؤي لبان، الاستشاري بالتغذية العلاجية، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. شكرا، أهلا وسهلا فيك دكتور. مشاهدينا، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.